بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في قناتنا. إذن في هذا الفيديو إن شاء الله رح نديرو إنتاج المكتوب صفحة 135 من كتاب القراءة سنة أولى متوسط المقطع السابع. إذن نقرأ ثانيا. أتدرب. لاحظوا، في عطلة الربيع قررت عائلتك الذهاب في رحلة، فتجادلت أختك بسبب مكان الرحلة، فأردت أختك الذهاب إلى البحر، أما أنت ففضلت الغابة، فنشأ جدال بينكما، وحاول كل واحد منكما إقناع الآخر بفكرته. حرر فقرة تبين فيها كيف يمكنك إقناعها بوجهة نظرك مستعملا أدوات التوكيد المناسبة. إذا نقرأ لكم هذا التعبير. هل تعلمين أختاه أن الطبيعة هي هبة الله للإنسان؟ بل هي بمثابة كنز منحه الله لعباده كي يستفيد منها على الوجه الأمثل. الطبيعة لها جمال ساحر أخاذ وإبداع لا مثيل له، وفي كل ركن منها شيء مميز، وقد تحتار في جمالها الروح ويتنهد القلب من روعته، والجمال كله في غاباتها، فتختزنه السماء بنجومها المشعة وقمرها المنير وشمسها المشرقة. ومن أراد أن يشحن روحه بالطاقة الإيجابية فما عليه إلا أن يجلس ويراقب الفراشات والأشجار والأزهار والعصافير وهي تمرح في أرجاء الطبيعة. ومن حكمة الله تعالى أن جعلها متجددة ومتغيرة وغير مملة، فتمر عليها الفصول الأربعة ما بين فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف، فتظهر الطبيعة بشكل مختلف في كل مرة، وكأنها فتاة حسناء تعشق تبديل أثوابها كي لا تمل العين منها. ففي الشتاء ترتدي ثوبها الأبيض الثلجي، وفي الربيع فالأزهار سيدة الموقف، وتزينها الفراشات والعصافير الملونة التي تضفي لحنا رائعا في الأجواء. لذا فالطبيعة هي أساس كل شيء جميل على كوكب الأرض، وهي المكان الوحيد الذي يبتعد فيه الإنسان عن ضجيج الحياة. فانظري بعمق إلى الطبيعة، وبعد ذلك سوف تفهمين كل شيء أفضل. هذه هي. إذن خليكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.